Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, inshallah, on va travailler ensemble sur scène 16. نناقش معكم كاع على السين اللي من قبل من سين 1 حتى لسين 15 واليوم غنشوفوا السين 16. alors نحاولوا نذكروا بعدا شنو طرا لينا في السين اللي من قبل اللي هي السين 15. alors ايمون حاول او كيتوسل وكيطلب الاب ديالو باش يرقد ليه انتيغون implore هي كيطلبوا او لا يتوسلوا الى ابيه باش ينقذ ليه انتيغون. ولوكور كيحاول حتى هو انه يرطب ويلين في الملك يلين في الملك باش هو يحاول انه ينقذها، ولكن الملك قال لهم عندي ما ندير باسكو لو بوبل او بيان لي زابيتون دو تيب صافي راه ديجا عارفين انتيغون شنو دارت. هادشي اللي طرا لينا في سين 15. دابا غنمشيو نشوفو سين 16. اذا هنايا كتبدا لينا سين 16 من هنا بكريون كي روغارد دو لوان، كريون اللي كيشوف بعيد دوفون لوي ايموبيل يعني ما كيتحركش. وغادي يقول هادي بعدا هادي شنو هي، هادي سيتون ديداسكالي. الوغ شنو هو التعريف ديال ديداسكالي؟ ديداسكالي هي واحد لانديكاسيون سينيتيك كي دون دي زانفورماسيون سور لي جيست دي بيرسوناج. هي عطاتنا بلي كريون راه كيشوف بعيد. حنا باش غادي نعرفو كريون كيشوف بعيد لولا ما كانوش هاد لي ديداسكالي هادو. دونك هاد لي ديداسكالي هادو ايد لو ليكتور دو كونيتر بيان دو كونيتر لي جيست لي كيديرو لي بيرسوناج. هنايا غيقول لينا كريون وي بوفر بيتي ايلين، اه ولدي المسكين كيبغيها. لو كور يرد عليه كريون il faut faire quelque chose، كريون خصك دير شي حاجه. كريون يرد عليه je ne peux plus rien مي ما عندي ما ندير. لو كور يقول ليه عاوتاني il est parti راه مشى touché à la mort يعني حتى هو راه مهدد بالموت. كريون sourdement غادي يقول ليه وي نو سوم تو touché de mort، يعني كنا تاثرنا بالموت وكنا يعني فوالا كنا تاثرنا بالموت. Antigone entre dans la pièce poussée par les gardes qui s'arc-boutent contre la porte derrière laquelle on devine la folle hurlante. Alors, هنايا تكون سالت لينا هاد سين 16 سين لي صغيرة. نحاولو هنايا نشوفو بيت ريزومي. Alors, le cœur a pitié d'Aimon, c'est-à-dire بقى في Aimon حس بالشفقة تجاه Aimon وطلب من كريون de faire quelque chose. Mais كريون ne peut plus rien mais qu'il lui dit حتى شي حاجه باسكو كيما قلنا لي زابيتون دو تيب او بيان لو بوبل دو تيب اي ديجا ان كورون ديجا عارفين شنو طرا ما يمكنش نغطيو الشمس بالغرب. فوالا دونك هادي كانت لا فان ديال سين 16. قبل ما نساليو هاد الفيديو هادو نحاول نعطيكم كيلكو زانفورماسيون اللي خاصنا ضروري نعرفوهم. اذا هاد لانفورماسيون هادو تو دابور شكون اللي كتب لينا هاد الرومون هادي؟ كتبها لينا جون انويل. خاصنا نكونوا عارفين كيفاش كتكتب جون انويل. في لا دات ديكريتور امتى تكتبت لينا؟ تكتبت لينا او 1942. امتى دات ليها لا بوبليكاسيون؟ دات ليها او 1944. شنو هو لو جونغ ليتيرير ديال هاد الرومون هادي؟ سي تراجيدي مودرن. باسكو بوركوا قلنا تراجيدي مودرن؟ تراجيدي باسكو هاد الرومون هادي في لا فان ديالها غادي تنتهي لينا او بيان سو تيرمين بار لا مور par la mort ديال 3 personnages لي هما انتيغون بولينيس انتيغون اوريديس ماشي بولينيس اوريديس اي سان فيس ايمون. فوالا غادي تموت لينا انتيغون والخطيب ديالها ايمون والام ديال الخطيب ديالها اللي هي اوريديس. غنشوفو من بعد كيفاش غادي يموتو. من بعد غنشوفو لو كورون ليتيرير. لو كورون ليتيرير سيتي ليكزيستانسياليزم يعني الوجود الوجوديه l'existentialisme. شوفوا le contexte historique امتى طرات لينا هادشي. Le contexte historique c'était la seconde guerre du monde. La seconde guerre du monde يعني الحرب العالمية الثانية. Et آخر حاجة l'époque. عندنا l'époque d'écriture c'était le 20e siècle ou l'époque évoquée يعني عندنا l'époque اللي تكتبت ليها و يعني تكتب فيها هاد الرومون هادي و ليبوك ايفوكي هي لانتيكيتي كريك سيتادير اليونان القديمة في اليونان القديمة. اي هكا صافي غنكون سالينا الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتلاقى معكم في السين 17. ا تري تري بيانتو.